حينما تذكر الانقلابات العسكرية في موريتانيا يتم التطرق مباشرة إلى صالح ولد حنانة الذي قاد 3 محاولات انقلابية ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. ورغم عدم نجاحها جميعا إلا أنها ظلت علامات بارزة في تاريخ موريتانيا الحديث. ولد صالح ولد حنانة في منطقة العيون شرق موريتانيا عام 1965. التحق مبكرا بخلايا الحزب الناصري في موريتانيا. بعدما أنهى المرحلة الثانوية التحق بصفوف الجيش الموريتاني في شهر يونيو عام 1984 الذي ابتعثه إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة الدراسة في كلية الملك عبد العزيز الحربية التي تخرج منها في شهر مايو عام 1987 برتبة ملازم، وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية. وفي نفس الوقت كان يدرس في جامعة نواكشوط حيث حصل بالتوازي على البكالوريوس في التاريخ. التحق ضابطا بوحدات الجيش الموريتاني ثم مدرسا في الكلية الحربية ثم في مكتب العمليات والتدريب في قيادة أركان الجيش بين عامي 1993 و1999. ألقي القبض عليه نهاية نوفمبر عام 1999 بعد اكتشاف محاولته الانقلابية الأولى، واتهم بتدبير انقلاب مع 4 من رفاقه، لكن التحقيق لم يتوصل إلى شيء فتم إحالته للتقاعد مع 2 من زملائه. واصل العمل مع التنظيم السري داخل الجيش حتى قاد محاولته الانقلابية الدموية الثانية ضد نظام معاوية ولد الطايع في 8 يونيو عام 2003. ولما تأكد فشل المحاولة الانقلابية في اليوم التالي تمكن ولد حنانة من الهروب خارج موريتانيا مع بعض زملائه الذين أسسوا تنظيم فرسان التغيير الذي خاض بدوره حملة سياسية شعواء ضد النظام بالتنسيق مع طيف سياسي واسع في الداخل والخارج. عاد ولد حنانة سرا إلى موريتانيا في 15 سبتمبر عام 2004 في إطار التحضير لتنفيذ محاولته الانقلابية الثالثة، لكن اختراقا أمنيا للتنظيم أدى إلى اعتقاله على الحدود مع السنغال في 9 أكتوبر بعد اعتقال معظم رفاقه وكثير من العسكريين. بعد تعذيب واعتقالات واسعة في صفوف العسكريين والمدنيين أحيل الجميع إلى محكمة وادي الناقة التي حكمت عليه بالمؤبد مع الأشغال الشاقة. حصل مع جميع زملائه على عفو شامل بعد انقلاب أغسطس عام 2005 الذي أطاح بنظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وبعد خروجه من السجن في 3 سبتمبر عام 2005 أسس حزبا سياسيا ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية. نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة شهادته على عصر الانقلابات العسكرية في موريتانيا. سيد صالح، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ولدت في 20 سبتمبر عام 1965 في منطقة العيون في موريتانيا. ما هي العوامل البيئية والثقافية التي أثرت في نشأتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة الجزيرة على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع مشاهدي الكرام حول أوضاع تهم موريتانيا بالدرجة الأولى، لكنها أيضا من المناسب أن تبسط لبقية الإخوة العرب والمسلمين. طبعا النشأة في مدينة العيون كانت نشأة في بيئة أقل ما يقال عنها أنها بيئة متخلفة جدا بالتأكيد، حيث أن موريتانيا حينها كانت ما تزال في سنوات الاستقلال الأولى، وبالتالي كانت تعيش فعلا على هامش التاريخ. طبعا هذه البيئة كانت بيئة بدوية خالصة. إيه مظاهر هذه البيئة؟ مؤثرات طبعا حينها كانت تقريبا مدينة العيون مقام للدارسين في المدارس الابتدائية والإعدادية، بالتالي لم تكن أساسا مدينة للإقامة، لأن أصلا المدينة حديثة النشأة، والمجتمع بطبيعته ما زال مجتمع بدوي يحن إلى الرجوع إلى البادية وحياة الترحال والتنقل إلى آخره. وبالتالي كانت هذه البيئة البدوية هي فعلا البيئة الطاغية على نمط الحياة حينها في موريتانيا، وبالتأكيد
في مدينة العيون في شرق موريتانيا. إيه اللي تركته في نفسيتك هذه السنوات الأولى؟ طبعا هذه السنوات الأولى والحياة في ظروف الصحراء والبداوة الممتدة إلى ما لا نهاية، لابد أن تترك في كل من يعيشها مستوى من 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 الجلد إلى حد ما، مستوى من الصبر إلى حد كبير، ومستوى من التعود على النضال المستمر وبذل الجهد المستمر من أجل الحياة، لأنها فعلا كانت بيئة قاسية جدا. سيكون من الصعب أن نتصور الآن كيف كانت هذه البيئة، وبالتالي مثل هذه البيئة عادة ما تخلق لدى الإنسان الذي يعيش فيها نوع من الصلابة، نوع من القوة. هل لديك صورة واحدة تنقلها لنا عن هذه البيئة القاسية الصعبة؟ مثلا يمكن أن نصور ونتصور الحياة اليومية في ما كانوا يسمى حينها الحي، وباللهجة المحلية يسمى الفريق. نعم تقريبا هي تكون الفريق، حتى هنا في القطر يقولوا الفريق. احنا عندنا تكون مجموعة من الخيام في حدود 10 إلى 15 خيمة حسب الحجم. يعني لم تكن بيوت؟ لا أبدا، هي الناس يعيشون في الخيام؟ خيام من شعر عادي، هي خيام عادة من شعر وحياة تنقل مستمر. وبالتالي اليوم طبعا يبدأ الاستيقاظ في الصباح، وعادة يبدأ بحلب الحيوانات الحلوب وشرب الشاي، لأن هذه عادة متأصلة عند الموريتانيين، شرب الشاي بعد ما يستيقظوا في الصباح. طبعا بعد ما ينتهوا من حلب الحيوانات تبدأ معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي معركة الإتيان بالماء من أماكن المياه، سواء من الآبار أو من الغدران. أحيانا في فترة الخريف تكون الشرب من مياه الغدران، تصور الغدير يعني؟ الغدير يعني مياه راكدة يعني؟ مياه راكدة. تنتهي تقريبا هذه المهمة في حدود مع صلاة الظهر، وعادة بعد صلاة الظهر يكون فيه نوع من الغداء طبعا الخاص جدا، إما أن يكون ما يسمى بالعيش أو ما يسمى بالكسكس عند الموريتانيين، وهي وجبة معروفة. عادة هي تكون الوجبة الوحيدة خلال 24 ساعة، يعني هي وجبة، هي الوجبة الوحيدة خلال 24 ساعة. طبعا مع العصر يبدأ الاستعداد لاستقبال الحيوانات وهي عائدة من الرعي، يبدأ حلب اللبن إلى آخره. وهذا هو اليوم تقريبا، تصور أن يكون هذا هو اليوم من أوله إلى نهايته، يبدأ بحلب البقر وينتهي بحلب وينتهي البقر كل شيء. يعني فعلا هذا في الأيام العادية، أما إذا كانت الأيام أيام ترحال وتنقل، فالمهمة فعلا تكون صعبة أكثر. الناس تركب على الجمال وأحيانا الحمير بالنسبة لذوي الحال المتوسط أو الضعيف، أحيانا يبدأ التنقل من الصباح من ساعات الفجر الأولى وحتى المساء، والناس ركوب على الحيوانات سواء كانت إبل أو حمير أو بقر. هذه أيام، لكن عادة أيام محدودة، يعني أيام الترحال هي أيام محدودة في حياة البدو. أنت في هذه الفترة كانت موريتانيا حديثة عهد بالاستقلال، إن شئنا أن نسميه ذلك. حصلت على استقلالها في 28 نوفمبر عام 1960، شأنها شأن معظم أو كثير من الدول الإفريقية. تقريبا نصف إفريقيا كانت مستعمرة من فرنسا. ديغول أصدر قانونا في العام 57 سماه قانون الإطار، وهو أنه كان يمنح المستعمرات الفرنسية مزيدا من الحرية ضمن السيادة الفرنسية. هنا يبدو الاستقلال الذي منح لموريتانيا عام 1960 وكأنه منحة فرنسية أكثر منه استقلالا ذاتيا واستقلالا عن فرنسا. أعتقد أنه سيكون من المستحسن قبل الدخول في هذا الموضوع أن نعطي فكرة ولو وجيزة عن موريتانيا في تلك الفترة. طبعا حياة البدو كانت حياة قاسية جدا كما ذكرت. هذه الحياة خاصة إذا عرفنا أنه في أيام الاستقلال كانت نسبة البدو الرحل في موريتانيا تتجاوز 90% من السكان. 90% من السكان. وبالتالي كانت نسبة الاستقرار أساسا مرتبطة بالمناطق الجنوبية ذات الساكنة الإفريقية بالدرجة الأولى. بالتالي كانت هذه هي طبيعة المجتمع، هذه هي طبيعة الحياة. وطبعا الاستعمار خلال وجوده
على مدى أكثر من نصف قرن لم يؤسس لحياة مدنية في موريتانيا، بل أن المراقب يلاحظ أن الاستعمار كان يعتبر موريتانيا ممر وليست مستقر. لكن هنا في تعددية سياسية قامت تحت الاستعمار الفرنسي في سنوات الأربعينيات من القرن الماضي. ألم تكن هذه التعددية السياسية هي بناء لحياة مدنية في موريتانيا؟ أعتقد أنها لم تكن بالدرجة الأولى بناء لحياة مدنية بقدر ما هي استجابة لرياح بدأت تجتاح تقريبا كل المستعمرات سواء كانت الفرنسية أو البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية كما تعلمون. طبعا بعد الحرب العالمية الثانية وجو التحرر الذي بدأ فعلا يطبع الكثير من النخب وخاصة النخب الناشئة، كان من الطبيعي أن تتأثر منطقة غرب أفريقيا بهذا الجو. وفعلا أيضا كان على الفرنسيين وهم بدأوا يعيشون تجربة فيتنام المرة وتجاربهم الأخرى، كان عليهم أن يفكروا في خلق نخب أكثر ارتباط بالمستعمر من أن يتم مولد نخب مناهضة للاستعمار. احنا هنا ولدت في مناطق أخرى هذه النخب زي أحمد ولد حرمة، المختار ولد دادة، أحمد ولد مسكة. هؤلاء كانوا في سنوات الأربعينيات والخمسينيات يطلق عليهم نخب سياسية موريتانية، لكنهم كما ذكرت كانوا أكثر ارتباطا بالاستعمار. أكيد. أصلا الاستعمار هو من خلق هؤلاء، هؤلاء كانوا هم موظفون لدى الاستعمار في وظيفة معروفة عند الموريتانيين حتى الآن، وهي وظيفة مثلا المترجم أملاز، معروفة باللهجة أملاز، هذو كلهم إما أملاز وإما أبناء أملاز. وبالتالي كان الاستعمار خلال هذه الحقب حريص على أن يخلق نخب محلية تسهل له عملية السيطرة وتسهل له التعامل مع الموريتانيا، لأن موجود حاجز اللغة، موجود حاجز الدين، موجود الحواجز الاجتماعية إلى آخره. وبالتالي كان لابد للمستعمر أن يعمل من أجل خلق نخب وسيطة تكون هي أداته في التحكم وإدارة المجتمع، خاصة أنه مجتمع كما ذكرت من نوع خاص، هو مجتمع رعوي متطاير في الفيافي وفي الصحاري على شكل قبائل ذات نظام خاص. وبالتالي لم يكن من السهل ضبط هؤلاء وإدارتهم إلا باستخدام أناس من ذوي جلدتهم يعرفون هذه المجتمعات معرفة جيدة، قادرون على التواصل مع هذه المجتمعات، يملكون من العمق الاجتماعي ما يؤهلهم للتواصل مع هذه المجتمعات. وبالتالي بدأ الاستعمار مبكرا في خلق هذه النخب. طبعا في العام 58 قبيل منح موريتانيا الاستقلال في العام 60 أسس حزب التجمع الموريتاني برئاسة مختار ولدادة، حزب النهضة بزعامة بياج ولد عبدين. كان هناك حزب معارض عرف باسم الاتحاد الوطني الموريتاني في نواكشوط. أنت حينما وعيت على أي من هذه الأحزاب؟ لا شك أنكم كما تلاحظون أنه حصل تطور في طبيعة هذه الحياة السياسية في البلد. فمثلا الأحزاب التي وجدت قبل 58 هي أساسا حزبان أساسيان، حزب الوئام الذي يترأسه النائب السابق أحمد ولد حرمة، والذي كان نائب في الجمعية الفرنسية، أول نائب موريتاني في الجمعية الفرنسية، وحزب الوفاق الذي أسسته المجموعة الأخرى التي تعتبر إلى حد ما قريبة من الفرنسيين بزعامة الأستاذ المختار ولد دادة الذي سيكون رئيسا فيما بعد. هنا في ملاحظة مهمة فيما يتعلق بولد حرمة حتى يفهمها المشاهد، أن الفرنسيين كانوا يسمحون لأبناء مستعمراتهم أن يكونوا بعضهم ممثلين في الجمعية الوطنية الفرنسية. طبعا هذا كان جزء من النظام الفرنسي، أن تكون المستعمرات ممثلة، ما يسميه البي دو ترمير، أن تكون ممثلة في الجمعية الوطنية الفرنسية. ومن هذا المنطلق من 45 أعلن فصل موريتانيا عن السنغال، لأنها قبل 45 كانت تابعة للسنغال وكانت مدارة من سين لوي. 45 بعد الحرب العالمية الثانية تم فصلها عن السنغال، وتطبيقا للنظم الفرنسية حينها كان ينبغي أن تمثل بنائب في الجمعية الفرنسية. نعم، كل البلد بنائب، كل البلد بنائب واحد في الجمعية الفرنسية. كان هذا النائب هو الأستاذ أحمد ولد حرمة رحمة الله عليه. طبعا وهنا للتاريخ لابد أن نذكرها، أن صوت أحمد ولد حرمة كان الصوت الوحيد في البرلمان الفرنسي الذي ارتفع ضد الاعتراف بقرار التقسيم 48 فلسطين تقسيم. طبعا كما ذكرت كان هذا هو حزب الوئام. كان هناك حزب الوفاق الذي أسسه المختار ولد داده وجماعة أخرى يعتبرون أقرب للسلطات الاستعمارية طبعا من أحمد ولد حرمة،
وبالتالي سيخوضون لاحقا ضده الانتخابات الموالية، أعتقد أنها كانت 51، سيرشح خلالها الأستاذ سيد المختار يحيى النجاي الذي فعلا نجح وتم إقصاء أحمد الحرمة، والذي سيشكل مع رفاقه طبعا كان حزب الوئام، ولاحقا سيضطر للهجرة إلى المغرب. حزب الشعب الموريتاني أعلن بعد استقلال موريتانيا في يناير 62 أصبح المختار ولدادة رئيسا حتى تم الانقلاب عليه في يوليو 78. ما الذي تتذكره من سنوات حكم ولدادة؟ أعتقد أنه من المناسب أن نذكر قليلا بالتطور الذي أوصل إلى تأسيس حزب الشعب الموريتاني، لأن حزب الشعب كان عبارة عن توحيد لمجموعة من الأحزاب في إطار حزب الشعب على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت 58 عندما كان مؤتمر لاك، أعتقد 2 مايو 58 الذي دعت إليه جماعة من الأطر بإعاز طبعا من السلطات الاستعمارية. تم تنظيم هذا المؤتمر في إلاك وكان فعلا تحدي كبير. هذا المؤتمر كان من أهم مخرجاته أنه وحد أو جمع الحزبين الرئيسيين حينها اللي هو حزب الوئام وحزب الاتحاد الديمقراطي الموريتاني، جمع الحزبين في حزب واحد هو حزب الوفاق. هذا الحزب لاحقا بعد الاستقلال أيضا سيتم الدعوة للقاء جديد يوحد هذا الحزب مع مجموعة أحزاب أخرى تفضلتم بذكرها في حزب الشعب الموريتاني سنة 61. أنا هنا في نقطة مهمة حتى يفهمها المشاهد، أنت أشرت إلى أن ما يقرب من 90% من الشعب الموريتاني هم بدو رحل كانوا في ذلك الوقت. هل معنى ذلك أن الاستعمار كل ما كان يهمه هو 10% فقط من الذين دجنهم وأعدهم حتى يستكملوا أمر ما بعد الاستقلال؟ الحقيقة أن المجتمع الموريتاني خاصة المجتمع العربي وما يمكن أن نسميه تجاوزا المجتمع العربي إلى حد ما البربري، منذ البداية رفض التعامل مع الاستعمار، وكان هذا الرفض له طبعا نتائج. هو أولا رفض التعامل إداريا، وبالتالي ظلت القبائل كقبائل لها نظامها الخاص تدير نفسها من خلال نظام بعيدا عن الفرنسيين، لها مدارسهم الخاص، لها قضاتها الخاصين. تجد القاضي يحكم تحت شجرة بين خصمين دون أي مشكلة ولا يأتون أبدا للعدالة الاستعمارية. كان طبعا مقاطعة شبه كاملة للتعليم الفرنسي، وبالتالي كانت لهم محاضرهم الخاصة ومدارسهم الخاصة يعلمون فيها أساسا علوم القرآن واللغة العربية إلى آخره. وهذا سر احتفاظ الموريتانيين إلى هذه اللحظة بهذه الهوية، بعامية باللغة العربية وبالقرآن وبالجوانب الفقهية طبعا والغير. رغم ما بذلوا الاستعمار مجهود كبير في محاولة استدراج هؤلاء، بخلاف ما حدث في الجزائر مثلا، طبعا وبذل جهود كبيرة لاستدراج هؤلاء للمدارس الاستعمارية، حتى أنه أحيانا أصدر مقررات تجبر شيوخ القبائل على إدخال أبنائهم في المدارس الاستعمارية. وكان هؤلاء أحيانا. أنت عايشت شيء من هذا؟ لا طبعا. أنت طبعا كنت بعد لكن كانت اللغة كانت التعليم الفرنسي أيضا سائدا، لكن مخلفات أساسية للاستعمار، وظلت المقاطعة حاصلة حتى إلى سنوات عديدة بعد الاستقلال. ظلت المقاطعة التعليم الدولة المستقلة حديثا مقاطعة كاملة باعتبارها امتداد للدولة الاستعمارية. وهذا كان فهم الموريتانيين والقبائل، أن الدولة التي يرأسها أحمد ولدادة والتي منحتها فرنسا الاستقلال في العام 1960 ليست سوى امتداد للاحتلال الفرنسي. وهذا كان ما يتعاملون به واقعيا، لأنهم حتى تقريبا بداية السبعينات أو حتى وسط السبعينات كان هناك رفض كامل للمدرسة النظامية، رفض شبه كامل. بالتالي نسبة التمدرس أعتقد كانت لا تصل إلى 1%. طيب طبعا نفس الشيء حصل مع فرنسا كنظام محتل، يعني اسمح لي، فرنسا كنظام محتل، ما الذي كانت تحتله موريتانيا من موريتانيا إذا كان 90% من الموريتانيين لا يتعاملون مع الاحتلال الفرنسي ولا يلتزمون بنظامه ولا بمدارسه ولا بأي شيء؟ هو التعامل أساسا كان محصور إلى حد كبير في جمع الضرائب من خلال رؤساء القبائل أو ما نسميه المشيخة القبائل.
كان طبعا السلطة الاستعمارية لها علاقة مباشرة مع مشيخة القبائل، تتعامل مع مشيخة القبائل، وهذا طبيعي جدا، خاصة أولئك الذين لم يخرجوا في مقاومة ضد المستعمر. بالتالي كان هؤلاء إلى حد هم أداة الاستعمار في التعامل مع المجتمع، وكان هذا التعامل أساسا محصور في جمع الضرائب لا غير، لأن مرافق الحياة الأخرى أصلا المجتمع يرفض التعامل فيها مع الفرنسيين، سواء كانت من حيث التعليم، سواء كان من حيث الصحة، سواء كان من حيث العدالة إلى آخره. كان المجتمع يعيش نوع من الاكتفاء الذاتي غريب جدا، بحيث أنه لا يحتاج لأي شيء من هؤلاء. إذا كانت حياته قاصرة على ما يشربه من حليب في الصباح والمساء وعلى وجبة في النهار، فما الذي يحتاج؟ وما يبيعه من حيواناته في الدول المجاورة، ويأتي بالملابس، يعني معنى ذلك أن الحدود كانت مفتوحة مع باقي الدول الأخرى. طبعا الحدود مفتوحة، لأن المنطقة أصلا هي منطقة كلها خاضعة للاستعمار الفرنسي، وبالتالي حتى الآن الحدود مفتوحة بشكل شبه كامل. اللهم الجانب الذي يكون فيه الحدود مائية مثل نهر السنغال، وطبعا الأهالي المحليين لهم وسائلهم في عبور هذه الحدود من كل مكان، وبالتالي هي الحدود تعتبر مفتوحة عموما في منطقة الساحل والصحراء. حتى يفهم المشاهد أيضا تركيبة الشعب الموريتاني، أنت قلت العرب، هناك ثلاث عرقيات أساسية تكون الشعب الموريتاني، هي القبائل العربية، قبائل بني حسان بالدرجة الأولى، والأفارقة الذين يطلق عليهم أيضا الزنوج بلا حرج في المسألة، والبربر في نفس الوقت. هذه التركيبة، هل كل جماعة تعيش في مناطق منعزلة أم هناك اختلاط فيما بينها؟ هو لا بد من تصحيح أولا أن المجتمع أو مجموعة القبائل التي هي من أصل بربري أو صنهاجي نسميه محليا، هذه تم تعريبها بشكل كامل ودخلت كمكون أساسي من المجموعة العربية، حتى أنها أصبحت هذه القبائل أحيانا تبحث لها عن جذور في السلالات العربية، بدلا من أن يتمسكوا بأصولهم البربرية مثل القبائل البربرية الموجودة في شمال إفريقيا. هذه خصوصية تخص موريتانيا، لأنك مثلا تجد في الجزائر أو في المغرب تجد أن هناك في ليبيا وحتى في ليبيا ظلت القبائل البربرية بربرية والقبائل العربية، بينما في موريتانيا هذا لم يحصل تماما، حصل اندماج كامل بين الوافد العربي والمقيم قبله طبعا الصنهاجي، وبالتالي كان هناك التحام كامل، وأصبحت هذه تسمى المجموعة العربية أو تجاوزا كامل، حتى مصاهرة وتناسل يعني وكل شيء دابت الأعراق في بيضة علاقات حميمية، لا, 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 لا تلاحظ أي فرق أساسا بين المجموعتين، حتى لا في الثقافة لا في اللغة لا في العادات لا في التقاليد ولا حتى في التفاعل الاجتماعي ولا في المناطق، يعني هي قبائل بنفس أنا كما ذكرت حتى القبائل اللي تاريخيا فعلا من أصل صنهاجة أصبحت كما ذكرت تعتبر أن لها أصول عربية وتدافع عن هذا الاختيار بشكل وبالتالي بقى. وبالتالي هناك مكونين أساسيين، مكون العربي والمكون الإفريقي الزوجي. المكون العربي طبعا في شرائح هذا أكيد، والمكون الزنجي فيه ثلاث قوميات، فيه البولار وفيه الصنونكي وفيه الولف، وطبعا وكلهم مسلمون، كلهم مسلمين، يعني احنا عندنا موريتاني المجتمع مسلم 100% ما في أي استثناء، بالتالي أي استثناء حصل بعد ذلك هو إما نتيجة لردة أو لشيء آخر، حتى في مذهبهم الفقهي مذهب مالكيين 100% مالكيين 100%. أما بالنسبة لتموقع هؤلاء فأعتقد أنه من المناسب أن أقول أن مجموعة الأفارقة الزنوج هذه عادة في الشريط الجنوبي المحاذي للنهر، نهر السنغال المنطقة الجنوبية، الشريط الجنوبي عموما، أما المنطقة العربية فمن الطبيعي أن تكون في المنطقة الصحراوية في الشمال وفي الشرق، يعني في المنطقة البعيدة شوي من العجيب أن بلدا مثل موريتانيا تقريبا سواحلها تزيد على 800 كيلومتر على المحيط الأطلسي، ومع ذلك أهل موريتانيا هم أهل صحراء وليسوا أهل ساحل، مع أن شواطئ موريتانيا من أغنى شواطئ المنطقة بالأسماك، إلا أنكم تفضلون اللحم على السمك وتعيشون صحيح. في الصحراء وتتجنبون البحر صحيح. وهذا فعلا من المفارقات، ولعل هناك تفسير تاريخي لهذا الأمر. أولا لأن القبائل العربية التي وصلت إلى موريتانيا هي قبائل المعقل المعروفة، هذه القبائل بطبيعتها قبائل بدوية لا تعرف إلا الصحراء وحياة الترحال، وبالتالي ارتباطها بالبحر
غائب تماما خلال كل تاريخها، سواء علاقتها بالسمك علاقة لا غائبة، سواء كانت قبل من سيناء إلى إفريقيا إلى الجزائر إلى المغرب، وبالتالي هي ظلت تعيش حياة البداوة العربية التقليدية الأصيلة، بالتالي فعلا لم يكن لها أي اهتمام بالشاطئ وبالبحر وبما يأتي من هذا البحر. ما الذي تركه الفرنسيون من رواسب في الثقافة والمجتمع الموريتاني بعد خروجهم رسميا من موريتانيا في العام 1960؟ والحقيقة أن الفرنسيين رغم الجهود التي بذلوها بكافة الوسائل من أجل خلق نخبة مرتبطة بالثقافة الفرنسية، إلا أنهم فشلوا في ذلك تماما، على الأقل في المكون العربي، بحيث أن تقريبا هم دائما يعملوا على الأقليات، هذا ما حصل. وبالتالي لما لاحظوا مبكرا أنه من الصعب اختراق المكون العربي، ركزوا على المكون الإفريقي، وتركيزهم على هذا المكون الإفريقي جعل هذا المكون الإفريقي، ولأسباب طبعا تاريخية نرى، لأن هذا المكون لغاته هي لهجات غير مكتوبة، جعله يتشبث ويندفع بشكل كبير، خاصة في نخبه التي استخدمها الاستعمار باتجاه تمسك باللغة الاستعمارية، اللغة الفرنسية، وكأنها هي لغته الأم. وهذا سيخلق لاحقا تأكيد سنتعرض لذلك مشاكل كبيرة للبلد، لأن هذا المكون الإفريقي فعلا التحم إلى حد كبير بالثقافة الاستعمارية، وظل هو المدافع عن هذه الثقافة وكأنها ثقافته، وظل هو الذي يحكم طبعاً، وهو الذي يدير السياسة، بينما همش العرب أنفسهم وبقوا في الصحراء والبادية. هو إلى حد ما هذا لم يستمر طويلا، هذا الوضع لم يستمر طويلا، لكن جاءت أحداث بعد ذلك، خاصة أحداث 66، لتشكل نقلة إلى حد ما لمركز الثقل في الإدارة، إدارة الدولة، من المكون الإفريقي المرتبط بالمستعمر إلى المكون العربي الذي بدأ فعلا يدخل إلى مجال السياسة ومجال التكوين. حينما بدأت تعي في السبعينيات، ما هي القوى السياسية التي وجدتها على الساحة؟ تقريبا أنا دخلت المدرسة الابتدائية سنة 71، ولكنها كانت سنوات ساخنة فعلا في المشهد السياسي، لأن هذه السنوات شهدت نمو حركة نضال قوية سميت حينها حركة الكادحين. كانت تكدح من أجل ماذا؟ هي كانت خليط من القوميين العرب ومن اليساريين، لأن لاحقا طبعا سيفترقون كل في خلفية معينة، لكنهم في تلك المرحلة كانوا يجمعون كل التيارات، سواء كانوا قوميين عرب، سواء كانوا طبعا كل ده النشاط ده كان في نواكشوط، شمل الداخل، شمل المدن الرئيسيه، لان كانت حتى المدن الرئيسيه في الداخل وصل اليها، لان كانت المدن الرئيسيه تقريبا تحتوي مؤسسات تعليميه، وكان من اولى روافد الثقافه في البلد هي المؤسسه التعليميه، وبالدرجه الاولى ما كان يسمى نقابه المعلمين العرب، لأن كانت هناك نقابة للمعلمين العرب ونقابة للمعلمين المتفرنسين، وكان عندهم دور كبير نضالي في خلق وعي إلى حد ما، خاصة أنهم كانوا يعيشون نوع من التهميش في البلد، في الدولة الناشئة، لأن الدولة الناشئة كما ذكرت كانت تعتمد على النخب التي أفرزها الاستعمار والتي تربت في أحضان الاستعمار، بينما أحس ذوي الثقافة العربية ومنذ بدايات الاستقلال أنهم فعلا مهمشون ومرفوضون من طرف الإدارة التي خلفها المستعمر، فلهذا دفعهم إلى نضال قوي. طبعا هذا النضال سيستمر لاحقا، سواء كان في اتجاه الدفع في اتجاه التعريب، سواء كان الدفع في ولوج الإدارة، سواء كان الدفع في خلق ثقافة سياسية من نوع جديد والارتباط بالواقع العربي بمختلف تفريعاته. في 10 يوليو 1978 قام الجيش الموريتاني بأول انقلاب عسكري على حكم المختار ولدادة. وصف هذا الانقلاب بأنه انتفاضة عسكرية ضد حكم ولدادة الذي لم يكن سوى صنيعة للاستعمار الفرنسي، وكذلك ضد حرب الصحراء التي ورط ولدادة فيها الجيش الموريتاني. أعتقد أن هذا فيه تجاوز كبير. لا يمكن أن نقول أن نظام الرئيس المختار ولدادة كان امتدادا لفترة الحقبة الاستعمارية. صحيح أن الرجل من نخبة موريتانية تربت إداريا وسياسيا في أحضان الاستعمار، لكنه كان رجل دولة من نوع خاص. كيف؟ استطاع فعلا وفي ظروف صعبة جدا أن يؤسس
للدولة الحديثة في وضع داخلي وإقليمي غير مؤاتي. البعض كان يصفه بأنه أبو الجمهورية الموريتانية، والبعض الآخر كان يقول أنه رجل الجنرال ديغول المدلل. أعتقد أنه حتى نكون متوازنين أكثر لابد أن نأخذ من هذا ومن ذاك. الرجل فعلا كانت له علاقة بالفرنسيين، وهذا أمر طبيعي جدا. الرجل في بداية حياته وفي مختلف حياته كان يتعامل مع الفرنسيين في إطار خاص بالتأكيد، لكن الرجل كان وطني بامتياز، وكان يعي المخاطر المحتقة بالبلد والتحديات الداخلية والخارجية المحتقة بهذا البلد التي تملي عليه في تلك المرحلة. وهذا أعتقد أنه مبرر ومفهوم جدا أن يتعاطى مع المستعمر السابق بقدر من الإيجابية، إلا أن فعلا ما تلاحق بعد ذلك من أحداث كان قد يكون المسؤول بالدرجة الأولى عن إنتاج الانقلاب سنة 78. الرجل حكم تقريبا حوالي 18 سنة. 18 سنة، ماذا فعل في موريتانيا خلال 18 سنة؟ البلد بقيت في فقرها، بقيت في أوضاعها المذرية التي هي فيها، ولم يتغير فيها شيء. ما الذي فعله مختار ولدادة خلال 18 عاما من حكم موريتانيا؟ أعتقد أن رجل فعل الكثير للتاريخ. أولا حدث إصلاح إلى حد كبير لمسطرة التعليم في البلد على مراحل طبعا، وبدأ التعريب بشكل جدي في تقريبا من 75، من 74 75 بدأ التعريب بشكل جدي إصلاح 73. الرجل استطاع أن يؤسس لدولة لم يكن من السهل أن يؤسس لها في تلك الظروف. أولا موريتانيا بحدودها الحالية لم تعرف وحدة سياسية خلال تاريخها كله، لم تكن محكومة مركزيا خلال كل تاريخ البلد بسبب طبيعة سكانها؟ بسبب طبيعة سكانها، لأن قبل الاستعمار كانت عبارة عن إمارات، وبالتالي لم تكن بلد واحد، كل منطقة فيها إمارة تحكمها، وبالتالي لم يكن يربط. كل هذا حدث بعد حكم المرابطين وتفكك الدولة التي طبعاً. كانت إمارات، وهذا هو أقصى ما وصلت إليه من النضج في التنظيم السياسي. جاء الاستعمار طبعا، كان القسم الأكبر منها يتبع للسنغال، والقسم الشرقي يتبع لمالي. يعني أنا عايز أقف معك وقفة صغيرة هنا. هذه الدولة الموريتانية التي وصلت في عهد المرابطين إلى أن تصبح قوة عظمى في المنطقة، كيف انحدرت ووصلت إلى هذا الوضع الذي وصلت له وبقيت في الضعف الذي هي عليه؟ هذا طبيعي إلى حد كبير في منطقة التاريخ. أعتقد أنه من الثابت تاريخيا أن دولة المرابطين التي انطلقت من موريتانيا وأسست فعلا لدولة عظيمة في فترة كان المشرق يعيش فيها انحطاط كبير، هذه الدولة طبعا كانت وكأنها برق خاطف، هي لم تعمر حتى وصلت إلى 100 سنة. ثم أن ثقل الدولة ومؤسس الدولة واتساع الدولة انتقل، ومركز ثقلها انتقل إلى المغرب طبعا بحكم طبيعة المغرب. نعم. الأقصى هناك تمدن إلى حد كبير يختلف تماما عن بداوة الصحراء. نعم. وبالتالي الجزء الذي بقي في موريتانيا طبعا لم يعمر كدولة مركزية وكسلطة مركزية. هل حرب سريعا تحلل إلى مجموعة قبائل، هذه القبائل انتظمت لاحقا على شكل إمارات إلى آخره. أنا أعود إلى ولدادة في 69 أمم اعتمد اللغة العربية في التعليم، ثم أمن بعض الشركات الكبرى. يقولون كانت هناك نهضة اقتصادية في موريتانيا، لكن حرب الصحراء التي بدأت في العام 75 هي التي أجدتها. هل تعتبر حرب الصحراء كانت سببا ودافعا رئيسيا للجيش الموريتاني حتى ينقلب على ولدادة؟ بالتأكيد حرب الصحراء كانت كارثة على البلد بكل بساطة، لأن يعني البلد أولا دخل في حرب غير مهيئة لها، بنيته كدولة وبنية مؤسساته خاصة المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاقتصادية لم تكن لتؤهله ليدخل في حرب مثل حرب الصحراء. وبعد سنة فقط من الحرب كان مضطرا لاستخدام المظلة الفرنسية للدفاع عن نفسه، وبعد سنة من ذلك التاريخ كان أيضا مضطرا لإدخال قوات مغربية للدفاع عن بعض مناطقه الشمالية، خاصة المنطقة التي تشكل الرئة الاقتصادية للبلد، أي منطقة استخراج الحديد. أنا لاحظت أن كان هناك تعاطف من الموريتانيين مع الصحراويين كشعب. هذا حاصل إلى حد كبير،
هذا حاصل إلى حد كبير، لكن المعطيات السياسية والاقتصادية بالتأكيد كانت هي ما يرفض هذه الحرب أساسا. التعاطف حاصل لأن التجانس بين ساكنة الصحراء الغربية وساكنة موريتانيا هو تجانس بالمطلق، هي نفس القبائل، نفس الامتدادات، نفس العلاقات الاجتماعية، وحتى الآن تجد الأسرة بعض منها في الجزائر مع البوليزاري، وبعض منها في المغرب في الصحراء، وبعض منها في موريتانيا، هو نفس النسيج الاجتماعي ونفس القبائل ونفس التكوين الاجتماعي. ما تعجبت له هو أن الحسن الثاني والفرنسيين نبهوا ولدته قبل الانقلاب بستة أشهر أن انقلابا سيجري عليه، لكنه بقي ساكنا لا يحرك شيئا كأنما كان ينتظر قدره. وهذا من عظمة الرجل، هذا من عظمة الرجل، لأن وللتاريخ الرجل كان رجلا عظيما، بالرغم من ما يقال عن ارتباطاته بالفرنسيين، وبالرغم عن ما يقال بهذه ما يقال حول هذه العلاقة، إلا أن الرجل كان رجلا عظيما، بحيث أنه فعلا كما تفضلتم أمم شركة الحديد من فرما سنة 74، أصبحت شركة وطنية، صنع عملة وطنية عكس ما كان يدور في كل المنطقة الإفريقية، وهذه إنجازات مهمة. قام بمشروع التعريب، أحدث بعض الإصلاحات السياسية إلى حد كبير في التعامل مع مختلف المعارضات السياسية في مراحل شتى، وفعلا كان لديه الخبر مفصل بأن الانقلاب سيتم في 10 يوليو، لكنه وذكر ذلك في مذكراته، لكنه آثر أن يترك الأمور تمشي كما يريد من خطط لها، ولم يحرك ساكنا حتى تم الانقلاب، وكان بإمكانه بالتأكيد أن يحركه، وكان بإمكانه أن يستنجد بشركه المغربي. ما الذي جعله يقف عاجزا حتى يسمح لبعض العسكر أن ينقلبوا عليه، وتدخل موريتانيا في دوامة من الانقلابات العسكرية لم تتوقف حتى اليوم؟ أعتقد أن هذا إلى حد ما برره الرجل في مذكراته، برر أنه فعلا كان بإمكانه أن يقف وجه الانقلاب، بإمكانه أن يستنجد بالفرنسيين أو بالمغاربة، بإمكانه أن يعتقل بعض الضباط إلى آخره، لكن هذا بالنسبته لم يكن قناعة. ما دام توصل إلى أن معظم قيادات الجيش كانت عازمة على هذا الأمر، رأى أن يترك لها ما أرادت ويتفرج بقية الموريتانيين على نتيجة ما أرادت. اعتقل ولدادة، أودع السجن 4 أشهر، أفرج عنه ورحل إلى فرنسا، بقي فيها إلى يوليو 2001، عاد إلى موريتانيا ضعيفا منهكا مريضا، توفي في باريس في منتصف أكتوبر 2003. ما الذي بقي لدى الموريتانيين من ولدادة وحكمه الذي استمر 18 عاما؟ الحقيقة لا شك أن كل الموريتانيين يحملون ذكرى طيبة على الرجل، حتى أولئك الذين عارضوه يحملون ذكرى طيبة لهذا الرجل، وأقول بملئ فمي ولا أعتقد أنها مبالغة، أن الرجل كان له الدور الرئيس في وضع أسس الدولة الموريتانية الحديثة، وكان له الدور الرئيس في التمكين للوحدة الوطنية في هذا الكيان الناشئ، وكان له أيضا نوع من الحنكة والحكمة في التعامل مع عوائق وتحديات داخلية وخارجية لم يكن من السهل أو من البساطة بمكان التعامل معه. كيف تابعت أخبار الانقلاب؟ الانقلاب قام بقيادة المقدم المصطفى ولد السالك، كيف تابعت أخبار الانقلاب؟ كنت في 13 من عمرك تقريبا. تقريبا كنت حينها في آخر سنة، كنت حينها في الإعدادية، ولكن الاهتمامات السياسية كانت تفتحت، وفي ذلك الجيل بشكل عام تفتحت بشكل مبكر، كنا حينها نهتم بالسياسة ونهتم بالأمور البلد إلى آخره، تالي تابعناها من خلال اهتمامنا بالإذاعات، خاصة البي بي سي، لأنها كانت فعلا الأكثر انتشارا. هل كان هذا جزء من اهتمام العائلة والمحيط بك، أم كان اهتماما فرديا منك؟ كما ذكرت كانت البيئة والأوساط الشبابية المدرسية حينها كانت مهتمة اهتمام كبير بالشأن السياسي، لنشاط سواء كانت حركات سياسية سرية أو لنشاط نقابات التي ذكرت سابقا، نقابات المعلم إلى آخره، وبالتأكيد كان لكل هذا الجو حافز يخلق لدى الشباب في تلك المرحلة الاهتمام بالشأن السياسي، خاصة أن طبيعة الحياة حينها لم تكن توفر اهتمامات أخرى غير هذا الاهتمام.
وكان الراديو مصدر رئيسي. طبعا الراديو كان هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة للثقافة وللترفيه أيضا. الضباط الذين قاموا بهذا الانقلاب كانوا بعثيين، هل معنى ذلك أن الجيش الموريتاني أيضا كان مسيسا وكانت الحركات السياسية في المشرق مثل القوميين العرب والبعثيين والناصريين لهم امتداد ووجود داخل الجيش الموريتاني؟ والحقيقة لا يمكن أن نقول أنهم كانوا كلهم بعثيين، كان فيهم من هو ذو ميول بعثية، وكان فيهم الغير مسيس وهم كثر، لكن يحسب المرحوم جدول سالك على أنه هو الرائد جدول سالك على أنه هو مهندس الانقلاب الحقيقي. الرجل فعلا كانت له ميول قومية وإلى حد ما ميول بعثية، وكانت له صلات مع بعض قادة التيار البعثي خاصة قبل الانقلاب، وبالتالي طبعا أما البقية فلم يكونوا مؤدرجين بتلك الدرجة. لكن لا يستبعد، وهو أمر حاصل فعلا، أن كل النخبة العسكرية أو الضباط هم في النهاية من هذا المجتمع الذي بات مسيسا منذ نشأة الدولة الحديثة. ما هي اهتماماته السياسية طاغية جدا. ما هي العوامل التي أدت إلى نجاح الانقلاب بهذه السهولة على رجل كان واضحا أنه إلى حد ما محبوب من الموريتانيين؟ لا، هو الحقيقة الانقلاب كان لابد أن ينجح، لأن أولا المؤسسة العسكرية بشكل كامل كانت جزء من الانقلاب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب في الصحراء أيضا كانت خلقت جو كئيب جدا في الساحة العامة، حتى من أولئك المقربون من السلطة السياسية أو من الدائرة الضيقة للسلطة السياسية كانت لا ترى في الأفق مخرج من الورطة التي تعيشها في ظل الحرب واتساع تأثير الحرب على مختلف المجالات، سواء كان على مستوى الثروة، سواء كان على مستوى التسيير الاقتصادي اليومي والأزمة المالية الخانقة إلى آخره. وكان الاستشهاد ببعض الدول أحيانا يساهم في خفض مستوى الضغط، لكنه لا يحل المشكلة. المشكلة كانت قائمة وكانت كل الأسات تحس بهذه المشكلة، وبالتالي لم تكن هناك مقاومة حقيقية لهذا الانقلاب حتى من الناحية السياسية. هل الشعب كان مرتاحا لهذا الانقلاب؟ رحب به، تجاوب معه؟ كان تجاوب عفوي نتيجة تأثيرات الحرب. وبالتالي كان أول ما تبادر للذهن وأول ما أعلنه الانقلابيون الجدد هو ضرورة وقف الحرب، والحرب فعلا كانت بدأت تؤثر بشكل جدي على حياة كل الناس. هل ثبت أن الانقلابيين كان وراءهم أي دعم خارجي أو تأييد، لا سيما وأن الانقلابات العسكرية ومسلسلاتها عادة ما ترتبط باستخبارات أو جهات خارجية؟ لا، من المؤكد أن الإخوة الانقلابيين كانت لهم علاقات بشكل أو بآخر بالسلطات الفرنسية. الفرنسية طبيعي. يعني رغم أن الفرنسيين كانوا يعتبروا ولدادة ابنهم، ولكنهم ضحوا به حينما وجدوا، يعتقدون، وهذا كان واضح أنه وصل إلى نهايته. لا يمكن أن يستمر بعد كده. مثل كل طبيعي. الموالين يعني طبيعي. طبيعي. بعد 9 أشهر من الانقلاب على ولدادة الذي قاده ولد السالك، انتقم أنصار ولدادة في الجيش، قاموا بانقلاب في إبريل 79 بقيادة العقيد أحمد ولد بوسيف. الانقلاب الثاني يقال أن الضباط الذين قاموا به ضباط شيوعيون نكلوا بالضباط البعثيين الذين قاموا بالانقلاب ضد ولدادة. ما قراءتك لبداية مسلسل الانقلابات الذي خلال 9 أشهر عاشت موريتانيا انقلابين عسكريين متتاليين من أكثر من 12 انقلاب ومحاولة انقلابية جرت فيها بعد ذلك؟ الحقيقة أنه تصنيف هؤلاء الضباط في تلك المرحلة بأنهم إما بعثيين أو يساريين إلى آخره غير موضوعي ولا يعبر عن حقيقة هؤلاء. كل المصادر التاريخية وضعت هؤلاء في هذه الأوضاع. لقد هذا التصنيف غير دقيق. قد يكون منه شيء في تعاطف عند هذا الشخص أو ذاك، لكنه محدود جدا بحكم طبعا معرفتي بهؤلاء ومعرفتي بعلاقاتهم وبعلاقاتهم بالتنظيمات السياسية التي كانت موجودة آنذاك. لكن المجموعة التي أشرفت ونظمت الانقلاب 78 سرعان ما عاشت صراعات داخلية. تجلى بداية هذا الصراع في إعفاء الرائد جدول السالك من وزارة الداخلية، الذي كان يعتبر إلى حد كبير العقل المدبر لكل الانقلاب، والذي كان يعتبر الساعد الأيمن لمصطفى محمد السالك رحمة الله على الجميع، الذي كان رئيسا للبلاد. وبالتالي كان تخلص الرجل
من من الرائد جده هو المرحلة الأولى لتخلص منه هو أصلا، لأن هناك له خصومات طبعا داخل كبار الضباط، وهذا ما حصل فعلا. يعني الانقلاب أكل بعضه، أكل بعضه، فسمح لمجموعة أخرى أن تنقض عليه، وهذا طبيعي في 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 تطور الانقلابات عادة الغير مؤسسة على رواء أيديولوجية، لأن فعلا للانقلاب الأول ولا الثاني كان مؤسسا على رؤية أيديولوجية أو حركية، وإنما كانت مجموعة من الضباط بحكم علاقات ما داخلية وخارجية ينقلب كل منها على الآخر، وبالتالي ظلت الأمور كذلك حتى 84 تقريبا. الآن دخلت موريتانيا في بين أنياب العسكر كما يقال، صحيح، انقلاب وراء انقلاب. البلد كانت تحكم بلجنة تسمى اللجنة العسكرية، مجموعة ضباط يرأسهم العقيد أحمد ولد بوسيف. أحمد ولد بوسيف ظل رئيسا لهذه اللجنة إلى 27 مايو 1979، سقطت طائرته في المحيط الأطلسي غرب مندكار في ظروف لا زالت غامضة حتى الآن. لديك معلومات عن ما يتعلق بسقوط طائرته في 27 مايو 1979؟ الحقيقة ليست لدي أي معلومات بخصوص هذا الموضوع، لكن ما يتبادر للذهن هو تقدير أعتقد في محله أن سقوط الطائرة كان سقوط طبيعي. بعد مقتل العقيد ولد بوسيف اجتمعت اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، وهي القيادة العسكرية التي كانت تدير البلاد، كلفت العقيد محمد خونة ولد هيدالله خليفة مؤقتا لولد بوسيف، ولكن ولد هيدالله انقلب على رفاقه، أقالهم من اللجنة العسكرية، عين العقيد محمد ولد الوالي رئيسا للدولة لفترة وجيزة من 3 يونيو 1979، أقصاه في 4 يناير 1980، ثم عين نفسه رئيسا للدولة. الآن ولد هيدالله انفرد برئاسة الدولة الموريتانية، أصبحت كل السلطات في يديه، قام بتصفية كل خصومه السياسيين، وكان انقلابه كما يوصف انقلاب الانقلابات في موريتانيا. أبدأ معك الحلقة القادمة من انقلاب ولد هيدالله وسيطرته على مقاليد السلطة في البلاد حتى أطاح به معاوية ولد الطايع في العام 1984. شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى صالح ولد حنانة ليكمل شهادته حول عصر الانقلابات في موريتانيا. في الختام أقول لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.